دعوات من وزراء الدفاع والخارجية الأمريكيين ووزير الدفاع الفرنسي لوقف إطلاق النار في اليمن، عقبها مباركات أممية لهذه الدعوات والإعلان عن بدء محادثات سلام خلال 30 يوماً. فما وراء هذا التسارع النوعي في المواقف الدولية من الحرب في اليمن؟ أهلا بكم. دعا كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيين إلى ضرورة وقف الحرب في اليمن والدخول في مفاوضات جادة. تطورات على الصعيد الأمريكي بشأن الأزمة اليمنية عززته تصريحات لوزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي التي أكدت غياب الحلول في اليمن ولا جدوى للحلول العسكرية فيها وأنه حان الوقت لإنهاء الحرب. تسارع نوعي في المواقف الدولية تجاه الحرب اليمنية تمضي في سياق دعوات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الشهر المقبل، الذي هو الآخر أصدر بيانا يبارك فيه هذه الدعوات المساندة لجهوده. تنامي الدعوات الدبلوماسية الغربية والأوروبية تجاه الحرب في اليمن تحمل دلالات مهمة حول طبيعة هذا الإجماع على وقف الحرب في اليمن. هل تعد هذه التصريحات انعكاسات أو ارتداد لمواقف الإدارة الأمريكية من الرياض في الأحداث الأخيرة؟ خصوصا إذا كانت آخر مشاورات في جنيف باءت بالفشل، فكيف يمكن إنجاح فرص السلام الآن وخلال 30 يوما؟ هل هذه التصريحات ذات طابع عملي أم أنها مجرد استهلاك إعلامي؟ تغير ملحوظ في الموقف الغربي من الحرب في اليمن، وتصريحات متعددة ومتزامنة تدعو إلى وقف الحرب وبدء عملية السلام. التصريحات بدأت بدعوة أممية تدين حزب الله اللبناني بدعم ومساندة الميليشيا بالسلاح والخبراء، حد تعبير الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريس، الذي طالب أيضا بتسهيل مهمة المبعوث الأممي مارتن جريفيث في جمع الأطراف اليمنية. التصريحات الأممية تلتها دعوة من وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إلى وقف العمليات العسكرية في اليمن كمقدمة لجمع الأطراف اليمنية خلال 30 يوما المنظورة في السويد. الدعوة الأمريكية شملت الخطوط العريضة للرؤية الأمريكية للحل في اليمن التي اقتصرت على وقف العمليات العسكرية وفق قاعدة انسحاب الحوثيين من الحدود السعودية مقابل إيقاف القصف الجوي لقوة التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات. هذا التصور يأتي أيضا استكمالا لما صرح به الوزير الأمريكي في مؤتمر المنامة للأمن الإقليمي، والتي رأى فيها أن يتم نزع السلاح الثقيل والصواريخ من الجيش اليمني مستقبلا، وهي ذات الرؤية التي تسعى السعودية إلى جعلها واقعا في الترتيبات لما بعد الحرب. تفاعلات الموقف الغربي وصلت إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إن باريس تمارس ضغوطا بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل سياسي في اليمن، مشيرة إلى أن الحل العسكري أثبت فشله وأن الوقت حان لوقف العمليات العسكرية. الواضح إذن أن الملف اليمني وضع على طاولة الاهتمام الغربي، وأن السعودية أصبحت في مرمى الضغوطات الدولية. ليبقى السؤال الأبرز، هل يمكن أن تسهم هذه الضغوط في حلحلة الملف اليمني، أم أنها رياح لعواصف أخرى ضربت العلاقة بين السعودية والغرب؟ إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور لك ولضيوفك الكرام وللسادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات. أهلا بك دكتور. وبداية، دعوات من وزراء الدفاع والخارجية الأمريكيين وكذلك وزيرة الدفاع الفرنسي إلى وقف إطلاق النار في اليمن، تبعتها مباركات بريطانية وأممية. برأيك ما دلالة هذا التسارع الدولي في الموقف تجاه الأزمة اليمنية؟
أولا هي لا ينبغي أن نبني عليها مواقف ذات قيمة، هي مقترحات سياسية، نحن ننظر إليها كمقترحات سياسية تشكل ضغوط لا ترقى إلى مرحلة الإلزام، ولكن إذا كانت لدى هذه العواصم الغربية نية لإنهاء الحرب في اليمن فهي مطالبة برفع الطلب إلى مجلس الأمن ليصدر قرارا ملزما لهذه الأطراف بإيقاف الحرب، وإن لم تستجب تسلط عليها عقوبات وإلزامها بموجب الفصل السابع هذا إذا تعقدت الأمور. الدلالة الممكن إيضاحها من خلال هذا الموقف هو الإشارة إلى عبثية الحرب، يعني أعطت الدول الغربية ضوءا أخضرا لدول التحالف بالتدخل وغضت الطرف عن تجاوزاتها العسكرية والإنسانية على علها تحسم أو تساعد اليمنيين في استعادة الدولة، ولكن تبدى للجميع داخليا وإقليميا ودوليا بأن هذه الحرب اتخذت شكلا عبثيا أكثر من كونها استجابة حقيقية للمطلب اليمني باستعادة الدولة واستعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب، وبالتالي كانت الضحايا على الأرض أكثر مما ينبغي دفعه. وجاءت هذه الدعوات أيضا كتوازي لترتيب مبعوث الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة لجولات قادمة من المحادثات بين الطرفين، وربما تأتي هذه الدعوات أو المقترحات السياسية لإنهاء الحرب بدفع هذه الأطراف إلى الاستجابة باعتبار أنها لا مناص لإنهاء المعركة، وإنما الجلوس إلى فاوضة إلى طاولة المفاوضات هي الأكثر قربا لحل المشكلة اليمنية، غير أن هناك صعوبات أخرى ستواجه حتى لو قبلت الأطراف بإيقاف الحرب، سيواجهون صعوبة كبيرة في ما بعد إيقاف الحرب، ما هي التسوية التي ستبنى عليها حل المشكلة اليمنية، خاصة وأن الطرف الانقلابي متشبث بالسلطة ومستعد أن يقاتل حتى آخر نفس، وهذا ما هو معهود عليه منذ أول يوم فجر فيها الانقلاب. نعم، لكن دكتور فيصل، يعني هذا التزامن من قبل يعني وزارتان أمريكيتان ومباركة أيضا، يعني وأيضا في فرنسا وكذلك مباركة بريطانيا وأممية، ألا يلقي هذا التزامن بظلاله على الأحداث في اليمن؟ ربما يكون لمثل هذا التزامن قيمة إيجابية إذا كانت مثل هذه المواقف مبكرة من الحرب في 6 أشهر الأولى أو في السنة الأولى، ولكن طالما وأن الدمار والحرب في اليمن استمرت 4 سنوات تحت سمع وبصر هذه الدول، فالذي حركها الآن هو فقط، حتى نكون واضحين، هو إنقاذ الدول المتورطة بالحرب وإيجاد مخرجا لها، هذا إن كان له من دلالة. وأنا قلت وأؤكد على هذا القول بأن هذه الدعوات هي مجرد مقترحات سياسية لا تحمل أي صفة للإلزام، وبالتالي لن يترتب عليها ما يمكن أن يوصل إلى الأطراف إلى استجابة لهذه الدعوة، وما يدلل على أن الدعوة هذه أتت لإنقاذ أطراف الحرب وخاصة دول التحالف هي سرعة استجابة الرياض وأبو ظبي لمثل هذا الطلب. نعم، يعني أنت تجد أنه لا يمكن مثل هذه المواقف أن تحدث أثرا على صعيد الأزمة ويمكن الاتكاء على هذا الأثر؟ أبدا، لا يمكن أن يحدث لموقف سياسي، لمجرد موقف سياسي أن يحدث استجابة فورية، فالأطراف الحقيقية الفاعلة على الأرض هي السلطة الشرعية والانقلابيين، وهناك طرف إقليمي وهي دول التحالف، فإذا استجابت دول التحالف وهي المتورطة في معارك لها بداية ولا نهاية لها، فإن المتحاربون على الأرض لن يستجيبوا إلا وفق قوة ملزمة لهما وخاصة الانقلابيين، أو رغبة حقيقية من الداخل بتسوية سياسية حقيقية تلغي هذا التوجه العسكري لحل المشكلة اليمنية أو التشبث بالسلطة من خلال الانقلابيين.
يعني في حالة ذهبت هذه الدول قلنا إلى رفع الأمر إلى مجلس الأمن باستصدار قرار إلزامي، هنا ممكن نقرأ الاقتراح على أنه جاد وأنه سيترتب عليه فعلا نية جادة لإيقاف المعارك ولو بالقوة العسكرية من قبل ما يقرره مجلس الأمن. نعم، إذن ما علاقة برأيك التصريحات الخارجية بالرهانات السياسية أيضا الجديدة فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية الجديدة، أيضا ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط بشكل عام؟ تقريبا لقضية خاشقجي في ومقتله في تركيا أثر كبير في التأثير على المنطقة وعلى دول الخليج. أود التنويه إلى أشياء مهمة، بأن المعارك في اليمن أو موقف الدول الغربية وخاصة واشنطن في مسألة الحرب اليمنية، كل طرف له أهداف، وبالتالي ينبغي أن نستشف الأهداف الأمريكية من غض الطرف عن معارك دامت 4 سنوات. أولا، واشنطن غضت الطرف لكي تحدث إضعافا قويا في المنطقة حتى يسهل السيطرة على المنطقة دون كلفة، هذا الهدف الأول، وهي لا تخسر حتى دولارا بل تربح. الهدف الثاني وهو تحريك سوق مبيعات سوق السلاح، وقد حققت هذا الهدف. الهدف الثالث والأهم، وهو ما تبدى من خلال خطابات ترامب القاسي تجاه السعودية، ليس بقضية مقتل خاشقجي، وإنما هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير، أنها واشنطن أرادت أن تمنح السعودية والإمارات فرصة تجرب فيها كل الأسلحة التي اشترتها من واشنطن لإنجاز معركة ممكن تؤدي إلى نتائج أو انتصار، ولكن وصلت القناعة لدى الرياض بأنها مهما اشترت من الأسلحة من الشرق أو من الغرب فإنها لا تستطيع أن تحمي نفسها، وبالتالي تظل بحاجة ماسة للحماية الأمريكية، وهذا هو مدلول خطاب ترامب في الموضوع، أي أنه دول تشتري كل أنواع السلاح من الشرق والغرب وتنجز معارك خلال 4 سنوات لم تستطيع أن تقضي على ميليشيات وعصابات في حدودها في صعدة، وبالتالي سعت السعودية لعجزها أن تجند شبابا من اليمنيين ليقاتلوا الحوثيين في الحدود، أي أنه الهدف الحقيقي لواشنطن أنها أوصلت القناعة للسعوديين بأنكم بحاجة إلى حمايتنا مهما امتلكتم من أسلحة، وبالتالي هذا الهدف الذي بنى عليه ترامب خطابه القاسي تجاه الرياض. نعم، إذا نسمح لنا الدكتور أن ينضم معنا أيضا الدكتور علي العبسي المحلل السياسي من ألمانيا ولكن عبر الهاتف. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. أهلا بك دكتور. في حين يرى ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية دكتور فيصل حذيفي أن ما حدث من تصريحات هي مجرد مقترحات سياسية لا تشكل، يعني قد تشكل ضغوط ولكن لا إلزام فيها، كيف تقرأ أنت تصريحات يعني أمريكا وفرنسا وكذلك مباركة بريطانيا والأمم المتحدة حول إنهاء الحرب في اليمن؟ اعتقد ربما فعلا يعني انا اتفق مع الدكتور فيصل في مساله انه قد لا تصل او قد لا تؤدي هذه الطلبات وهذه المقترحات الامريكيه الى حل سلمي بالضروره في الصراع، ولكنها تعني شيء مختلف تماما، وهي تعني شيء ايضا هام للغايه، وهي ان التفويض او ان السعوديه لم تعد مطلقه اليدين في اليمن. يعني قبل هذه الفترة السعودية كانت تتحرك باليمن وتتصرف بمطلق الحرية وبتغطية سياسية وعسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وسكوت ونوع من التجاهل من قبل القوى الأوروبية والقوى العالمية الأخرى. الآن لم يعد ذلك ممكن. الآن العالم كله التفت إلى ما يجري في اليمن، العالم كله الآن أصبح يعني يهتم ما يجري في اليمن، أصبح الآن غير مستعد للقبول بالاستمرار بالسلوك السعودي وسلوك الامارات في اليمن واستمرار الحرب الى ما لا نهايه بدون اي افق وبدون اي محاولات جديه لتحقيق السلام. القناعه الامريكيه اعتقد ان وصلت الى انه الان لم يعد بالامكان ترك السعوديه تتطرف اليمن بمطلق حريتها. نعم، إذا يعني برأيك ما سر هذا الاهتمام الدولي بل والإجماع إن صح القول على وقف الحرب الآن؟ هل هي فعلا أحداث المعركة أم الحالة الإنسانية أم أنها معركة تمضي خارج سياق أو خارج السياق اليمني؟ أنا
اعتقد يعني طبعا هناك الحاله الانسانيه كانت معروفه منذ وقت طويل، يعني منذ سنوات الحاله الانسانيه معروفه والعالم كله يعلم بذلك. القصه ما حصل الان ان مصداقيه النظام السعودي لدى العالم كله اهتزت بعنف. ما كان يجري في اليمن من قصف للمدنيين ومن قصف للمنشات المدنيه ومن وما كانت تعتبره او تبرره المملكه العربيه السعوديه الامارات على انه اخطاء وتقديرات خاطئه وتجري تحقيقات هناك، وكان نوعا ما العالم نوعا ما يعني لن نقول يتقبل ولكن يغض الطرف، يعني يعتقد ان ذلك مساله ممكنه. الان بعد ما حصل وبعد جريمه القتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وبالطريقه اللي تم فيها والوحشيه اللي تم فيها وبالاصرار وبالنيه وبسبق الاصرار والنيه على تصفيه هذا الشخص المسالم، اعتقد ان السياسه السعوديه ايضا هناك سياسه غير مقبوله، ان هناك لم تعد لديها المصداقيه، لم يعد فعلا ان هناك بالامكان فعلا القول ان السعوديه تتبع سياسه انتقاميه في اليمن، ان السعوديه تتبع سياسه قائمه على عقاب الشعب اليمني، عقاب المواطنين، عقاب المدنيين، وناس قد تستهدف المدنيين فعلا، لان الحادثه في الجمال الخليجيه اثبت ان القياده السعوديه غير مسؤوله وغير ومستعده للتصرف بطريقه عنيفه للغايه. هذا اعتقد نغير التقييم الدولي للسلوك السعودي في اليمن، واصبح فعلا هناك تساؤلات فعلا عن مدى اخلاقيه هذا السلوك ومدى موافقته مع القانون الدولي. اذا هناك حاجه الى وقف هذا السلوك، هناك حاجه الى ضبط هذا السلوك، هناك حاجه الى التدخل الدولي فعلا في ما يجري في اليمن وايقاف العبث الحاصل، وبالذات في من خلال ما نراه من تدهور الاوضاع الانسانيه والكارثه الانسانيه الاكبر تحت تصريحات المنظمات الامم المتحده الجاريه في اليمن. اعتقد ان العالم اصبح مقتنع فعلا ان ما يجري في اليمن ليس بعيدا عن ليست عمليه اخطاء عشوائيه او سلوك او اهمال في سياسه معينه او نوع من اخطاء الحرب المعتاده في هذا المجال. هناك قناعة الآن أن السعودية فعلا تستهدف شيئا آخر في اليمن غير تحريره وغير دعم الحكومة الشرعية. نعم، إذا هناك من يرى أن الهدف من هذه التصريحات دكتور هو توجيه ضربة للسعودية عقب المواقف الأخيرة والأحداث الأخيرة. بالتأكيد هناك نوع من العقاب في المسألة، يعني هناك طبعا الآن أصبحت هناك رسالة تريد المتحدة الأمريكية رسالة للسعودية أنه الآن نحن من نسمح لكم أن تفعلوا ما تفعلونه، ونحن من نقرر، نحن من نعطيكم الضوء الأخضر، ونحن من نسحب منكم من نسحب عليكم. يعني السلوك السعودي في الفترة الأخيرة كان واضح للغاية، نوع من اتباع سياسة لا أريد أن نقول غطرسة ولكن سياسة القوة الخشنة في التعامل مع المجتمع الدولي، في المجتمع في التعامل مع الدول الإقليمية، كانت تعاملا خشنا من السعودية، أزمتها مع كندا وقرارات الغير طبيعية، يعني أن تقطع علاقاتك الاقتصادية والسياسية وأن تستدعي 17,000 مبتعث تنهي مستقبلهم الدراسي فجأة لمجرد تصريح من وزير أو تصريح من مسؤول كندي، يعني كان هناك نوع من الانفعاليه المبالغ فيها ومن غير المبالغ فيه، وهناك نوع من روح الانتقام يعني في السياسه السعوديه الخارجيه. اعتقد ان ذلك الان هناك نوع من العقاب على هذا السلوك، نوع من الان ان هذا السلوك لم يعد مقبولا، وان الغطرسه التي تتعامل بها السياسه الخارجيه السعوديه مع الدول الاخرى ومع دول العالم لم تعد مقبوله، وان هذه المساله يجب ان تتوقف. وأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد أن ترسل رسالة قوية للمملكة العربية السعودية أن هذا لم يعد متاحاً الآن. نحن منحناكم هذه الفرصة ومنحناكم هذا المجال وهذه القوة للتعامل مع العالم الخارجي بهذه الطريقة، والآن لم يعد ذلك ممكناً. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. أنتقل إليك دكتور فيصل. دكتور، يعني إذا كانت مشاورات جنيف باءت بالفشل، فهل يمكن التعويل على نجاح السلام هذه المرة وخلال 30 يوما كما يعني قيل في التصريحات؟ خيار السلام ممكن بين أطراف عقلاء يديرون المعركة والحرب. الحرب في اليمن ليس بين أطراف عقلاء، هناك انقلاب يستند على شرعية أسطورية بأنه صاحب السلطة
وأن علي ابن أبي طالب ورث هذه السلطة لهم عبر جينات سماوية، وأن هذه الإمامة هي ركن السادس لأركان الإسلام، هذا الطرف غير العاقل يصعب معه صناعة السلام. عادة صناعة السلام تكون بين أطراف صراعها السياسي، الحوثيون الصراع معهم في أو الحرب معهم في اليمن ليس صراعا سياسيا بقدر ما هو صراع ديني، والسياسة هي التي تتبدأ من خلال التشبث بالسلطة. أنا لا أراهن على أن الحوثيين سيقبلون بأي تسوية سياسية ما لم يكونوا طرفا فاعلا ومؤثرا ولهم الثلث المعطل، كما هي حالة النموذج في لبنان أو كما هي حالة الأغلبية في العراق. وإيران كطرف خارجي والسعودية كطرف خارجي هي أطراف طارئة في الحرب، فإذا ما نزعت هذه الأطراف الطارئة يدها من التدخل في اليمن فإن دائرة الحرب ستنتقل إلى طرفين محليين. ننظر إلى مسألة إلى ماهية الصراع في اليمن، هي صراع على صراع حول الشرعية. هناك انقلاب غير شرعي على سلطة شرعية تم اختيارها بتوافقات شعبية، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى السلطة خارج إطار هذه الخيارات الشعبية. الحوثيون تجاوزوا هذا ويعتبرون بأن ما فعلوه هو حق من حقوقهم، فكيف يمكن أن نقنع هذا الطرف غير العاقل بالتسوية السياسية والتخلي عن هذه الطروحات الأسطورية في والعودة إلى تنفيذ ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر جامع اسمه مؤتمر الحوار الوطني؟ والحل السياسي في اليمن لن يكون مقبولا في أي حالة من الأحوال، سواء تدخلت السماء أو تدخلت الأرض، تدخل الشرق أو الغرب، إلا بإقرار الأطراف الفاعلة في اليمن بما فيهم الحوثيين بنتائج مؤتمر أو مخرجات الحوار الوطني، باعتبار نعم هذه جمعية وطنية تشكل فيها الشباب. تفضلي. نعم، لكن المجتمع الدولي لا ينظر إليهم كطرف غير عاقل، يعطيهم مكانة، يعطيهم دور، وربما يعني هناك من يرى في هذه التصريحات أنه يقدم قارب نجاة للحوثيين بالحديث عن ضرورة أن يمكنوا أيضا من الحكم. الأطراف الإقليمية والدولية، أنا قلت في بداية الحديث بأنها تسعى لإضعاف المنطقة، وإضعاف المنطقة من أحد أدواتها هي إشعال الفتن والحروب الداخلية في جميع هذه البلدان. فأنت تنظرين إلى حروب مترامية الأطراف، ليبيا، سوريا، العراق، اليمن، وبالتالي والبقية الدول الخليجية أيضا ما زالت تحت مطرقة إيران، أي أن هذا الضعف أو الإضعاف المبرمج من الدول الكبرى يسهل لها السيطرة دون كلفة، وهذا هو الهدف الذي تغض الطرف هذه الدول عن هذه المعارك. وبالتالي حتى لو لم تكن هناك معارك داخلية لصنعت معارك، كما هو الحال في 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 خلق جماعات متطرفة، داعش أو القاعدة أو الأنصار الشريعة، كلها نتوءات مصطنعة ليست نابعة من متطلبات اجتماعية حقيقية تلبي رغبات الناس. الناس كلهم يكرهون مثل هذه الجماعات، ولكن هناك طرف خارجي يلعب على هذه التناقضات سواء بين أطراف سياسية على الأرض أو بين أطراف يصطنعها لإضعاف المنطقة والسيطرة عليها، وهو ما تحقق لهم. يعني لم يبذلوا كلفة دولارا واحدا في هذه السيطرة، بل فتحوا سوقا للسلاح وباعوا بمليارات الدولارات من أسلحتهم المخزنة، وبالتالي هم ما زالوا يصنعون أسلحة لبيعها في حروب ممتدة وقادمة. هذا هو كل ما في الأمر. نعم، إذن دكتور، يعني الإجماع عن ضرورة فرض حلول سياسية هل ينبع عن فشل عسكري؟ إذا ما تحدثنا عن صفقات السلاح، هناك من يجد أيضا تناقض في هذه التصريحات من دول تعد هي ممول رئيسي للسلاح يعني طرف التحالف أمريكا وبريطانيا. الفشل العسكري حاصل منذ الشهر الأول للمعركة، لأننا لم نلحظ برنامجا عسكريا واضحا، ولم نلحظ خطة واضحة، ولم نلحظ أي رغبة حقيقية لتحقيق الأهداف، وبالتالي تحولنا قلنا من عاصفة الحزم وهو اسم أكبر من حجمه إلى عاصفة الأمل وهو اسم كاذب. وبالتالي أنا دائما أطلق على عاصفة الأمل، هي قتل الأمل لليمنيين،
يعني عندما نحول 30 مليون يمني إلى مشردين ونازحين وفقراء وجوعى وبقرارات عمدية، المغتربون الموجودون في السعودية مولوا الداخل اليمني بثلاثة مليار دولار تحويلات، وبالتالي أنقذوا حتى الانهيار الاقتصادي من الانهيار كما هو حاصل. ولكي يتحقق مثل هذا الانهيار سنت السعودية قوانين جائرة في ظل حرب ترتب عليها طرد اليمنيين الذين كانوا سندا لليمن في ظل حرب ووضع استثنائي. وبالتالي اليوم نتحدث عن انهيار الريال 300%، وبالتالي من أين للإنسان اليمني خلال 4 سنوات معطلة الأعمال، حصار قوي، حصار بحري، هناك مصادرة للسيادة للقرار اليمني للسيادة اليمنية، وضعت دول التحالف يدها كأنها مستعمر ومحتل أكثر منها صديق وجار يعين جاره على 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 حل مشاكله. وبالتالي ماذا ننتظر؟ الفشل العسكري هو الفشل المحقق من أول يوم. القصف المتعمد لمنشآت مدنية ولمدنيين ولنساء ولأطفال ولحافلات ولأعراس ولتجمعات مدنية، يعني هؤلاء أتوا ليتدربوا على رؤوس اليمنيين ويدربوا طياريهم وعسكريهم الذين فشلوا حتى في صد هجمة الحوثيين على حدودهم في صعدة. الفشل العسكري هو العنوان الذي دفع مثل هذه الدول على أنه تعطي رسالة على أن الحرب كفى، لم تعد لها نتيجة، وبالتالي لابد من البحث عن حلول سياسية حقيقية. وهي تدعم في هذا المؤشر قلنا جهود المبعوث الأممي الذي فشل في أكثر من مرة في جمع الأطراف حول طاولة حوار يمكن أن يفضي إلى الإقرار بإيقاف المعارك على الأقل على الأرض، وبالتالي البحث عن وسائل وآليات وطرق وإجراءات الحلول السلمية التي يمكن أن يتفق عليها اليمنيون بناء على مرجعية الثلاث، أو خلق مرجعيات إضافية تتناسب مع تطور المعارك على الأرض أو تطور الحالة اليمنية على الأرض بعد 4 سنوات حرب. نعم، إذن يعني هناك أيضا من يتساءل دكتور، كلما يعني تحدث المجتمع الدولي عن مبادرات أو حلول لإنهاء الحرب، دائما ما يتم القفز على جرائم ميليشيا الحوثي التي هي واضحة في طول البلاد وعرضها، فلماذا يعني لا يتم الحديث عن هذه الجرائم ولا يتم الحديث عن هذا التورط في الدم اليمني بهذا الشكل؟ أنا أؤكد على أن هناك تعمد لإدخال المنطقة في حرب قلنا لإضعافها والسيطرة عليها، وبالتالي حتى الحوثيون لم يكونوا القوة التي بإمكانها أن تبتلع الدولة. الحوثيون كما علمنا في لاحقا بأن السعودية سعت لدعمهم ولإسقاط صنعاء وفرض شروط على السلطة الجديدة حتى لا ينجح التغيير، وبالتالي كانت شريكا أساسيا في دعم الحوثي، واليوم أصبحت شريكا أساسيا في محاربة الحوثي. تناقضات واضحة، يعني لم تعد تنطلي على عاقل، وبالتالي خلقت كيانات لتدمير اليمن، وأيضا هي كما هي توضع تحت مطرقة الدول الغربية كدول مستضعفة، هي أيضا وضعت اليمن بنفس الشروط وبنفس الصورة على أن تكون اليمن منطقة مستضعفة تستطيع أن تعبث بحدودها ببحرها بجوها ببرها، وأن الإنسان العربي والإنسان اليمني والمجتمع الدولي يشاهد بجلاء كيف صادرت الإمارات والسعودية القرار السيادي اليمني. اليوم يتحدثون عن إيقاف حرب، ما هو موقف الحكومة والسلطة الشرعية من هذا الإعلان؟ المفترض قانونا أن يأتي هذا الطلب من الحكومة الشرعية. ألا تلاحظين بأن هناك لجنة اسمها اللجنة الرباعية تتحدث بالشأن اليمني واليمن ليس طرفا فيها؟ إنها أضحوكة، يعني الإمارات والسعودية ولندن وواشنطن، اللجنة الرباعية، طيب أين اليمن كطرف هو رئيس في هذا الصراع وفي هذه المشكلة؟ يعني هناك عبث متعمد، وهناك غض الطرف لمثل هذا العبث، والهدف كما ذكرته سابقا، ذكرته أنا 3 أهداف لا أريد أن أكررها. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ ماجد المدحجي، المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية من القاهرة. مساء الخير أستاذ ماجد.
مساء الخير، اهلا وسهلا. اذا ما هو تعليقك او قراءتك استاذ ماجد لتزايد الدعوات الدوليه والامميه المتزامنه والمطالبه بوقف الحرب في اليمن؟ اولا مساء الخير لك الكريم. طبعا يعني لا يمكن ابدا ان يقرا هذه الموجه المتسارعه من التصريحات الناديه بوقف الحرب عن حيثيتين اساسيتين بارزتين. اولا الحيثيه المتصله بالحديث تحديدا عن المجاعه في اليمن، يعني هذه الوتيره المتزايده من الدعوات الدوليه للتدخل الانساني في اليمن. هذه محرك دائم ظل في خلفيه الحدث السياسي وتفاقم مع تفاقم الوضع الانساني. الخلفيه الثانيه للحدث هو تزايد معدل الضغوط السياسيه والانتباه السياسي للمملكه العربيه السعوديه، خصوصا بعد مقتل خاشقجي. يعني صارت اداء المملكه وسياستها الخارجيه تحت ضوء دولي اكثر تفحصا واكثر نقديه اذا صح الوصف، وبالتالي لم يعد المزاج الدولي ميالا الى التسامح مع سياسه المملكه الخارجيه. وهنا تبرز بالاضافه لواقعه خاشقجي تبرز تحديدا حمله المملكه في اليمن والتحالف اكمالا، فبالتالي يجعل هذا رفع هذا معدل الضغوط السياسيه تحديدا على الشركاء الدوليين بالمملكه وهم الولايات المتحده وبريطانيا واجمالا الدول الداعمه للمملكه وفرنسا وغيره. لذلك هذه الدول الان في اطار اذا ما صح الوصف رفع العتب، تقوم برفع معدل الضغوط السياسيه والحديث عن اطلاق لدعوات لوقف اطلاق النار واعاده تنشيط المسار السياسي مسار المفاوضات، وهو مسار اجمالي كان مهمل على اجنده الدول السياسيه خصوصا الولايات المتحده التي يبدو مستوى تركيزها وتفاعلها مع حدث السلام اليمني صار اعلى. وبتقديري كما اقول انه هذا مرد الضغط السياسي السياسي والاعلامي الدولي على السعوديه والتحالف اجمالا على خلفيه تداعيات مقتل خاشقجي. فبالتالي لديك شروط متعددة أنضجت هذه الأصوات، أنضجت هذه الصفوات التي تدعو إلى 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 إعادة الاعتبار في مسار المفاوضات السياسية. بتقديري هي هو شكل من الاستجابة المؤقتة. السؤال هو حقيقة هل هذه الضغوط هي جادة كفاية لإعادة تنشيط مسار السلام؟ ثانيا هل هي محاولة امتصاص فقط وبالتالي إعلان براءة دماء، خصوصا أنه الحيثيات بالمعنى السياسي اليمني هي لم تتغير، يعني لم يحدث متغير سياسي كبير في اليمن او عسكري يجعل من اولويه اعاده طرح قضايا السلام ووقف الحرب محل جدل محل اولويه، اقصد حيثيات محليه. كل الحيثيات هي تاتي من خارج اليمن باستثناء الملف الانساني فقط. نعم، إذا أستاذ ماجد، يعني بيان المبعوث الأممي المح إلى الانخراط بشكل بناء مع جهود استئناف المشاورات من أجل التوصل لاتفاق على إطار المفاوضات السياسية وعلى تدابير لبناء الثقة، برأيك هل تعد هذه الخطوة جزء من محاولات القفز على المرجعيات الثلاث؟ يعني هو حتى الان كل الدعوات الدوليه تقول الحديث عن المراجع الاساسيه، طبعا هذا حديث في العموم، يعني نحن نعرف تماما من التصريحات الاعلاميه هي حديث في العموم، ما هو مهم هو المضامين التي لا تطرح عاده في الخلفيه الاعمى. يعني لكن دعنا اقول لك بوضوح، الفرص المتاحه تحديدا لمارتن كليفت لاستثمار هذا الضغط الدولي هي ما زالت في الحدوثات الدنيا. يعني هو ايضا في البيان الصادر عنه استجابه لهذه الاعلانات هو تحدث عن ضروره الانخراط في مسار بناء الثقه، وحدد تحديدا موضوع المطار، تحدث عن وقف اطلاق النار، اطلاق الاسرى وانتقاد الاسرى بالاصح، وتنشيط موضوع المساعدات. يعني في الاخير هو لم يقدم اطارا سياسيا يمكن الجدل بكونه تجاوز المراجع الاساسيه فيما فيها الحوار والتزام بقرارات مجلس الامن. يعني هو ما زال اساسا في المربع الاول الذي يقول ب إعادة بناء مسار أو تقديم أو إنجاز شروط ترخي التوتر السياسي عبر مبادرة بناء ثقة. فبالتالي بدري إذا صح الوصف القول أنه هناك تعدي على المراجع الثابتة فيما يخص الحل اليمني اللي هي القرار 2016 ومفردات الحوار وما إلى ذلك. وبالتالي الامر ما زال غامض بالمعنى السياسي، ما هي الذي يتوفر عليه مارتن جريفيث من خطوط استثناء هذا الدعم السياسي العلني الدولي لجر الطرفين نحو مفاوضات وليست مشاورات، لان كل الاعلام يتحدث عن مشاورات بين الاطراف حتى الان، يعني ضمن نفس الشروط
والإطار العمل الذي كان يتم في جنيف السابقة التي فشلت. فمرة أخرى أقول أنه ما زال باكر الحديث عن ما هي المدى السياسي التي سيذهب به مارتن جريفيث والمدى التي ستستجيب له الأطراف المعنية بما فيها التحالف والحكومة والحوثيين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد المدحجي المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني برأيك هل التحالف السعودي والحكومة الشرعية في وضع عسكري وسياسي يسمح أو يتيح لهما بالانخراط في مشاورات طبقا لمرجعيات الحل المعروفة؟ أولا، لا ينبغي أن نضع الحكومة الشرعية مع السعودية أو دول التحالف كطرف واحد للدخول في مفاوضات مع الطرف الآخر وهو الحوثيين. ثانيا، لا يمكن أن نتحدث عن حوار سياسي لحل سلمي في جنيف أو في السويد أو في أي مكان آخر ما لم ترفع السعودية والإمارات يدها عن سيادة اليمن وعن القرار السيادي. ينبغي أن يكون الوفد اليمني ممثلا لليمن وليس ممثلا لدول التحالف، ولا يتلقى أوامره من أحد، وإنما يمثل الدولة اليمنية ويمثل مطالب الشعب اليمني. أكبر معضلة اليوم نواجهها ليس المعركة، ليس الحرب فقط، وليس البحث عن السلام، ولكن أن اليمن كدولة وسلطة شرعية صدرت سيادتها، صدر القرار منها، وبالتالي هذا الوفد الذي سيذهب كما ذهب إلى الكويت أو إلى جنيف أو إلى السويد كما يتوقع الآن، هل سيذهب ليمثل اليمن بكامل سيادته أم سيكون فريقا يتلقى أوامره من الرياض؟ يعني هنا الكارثة التي لا نلمس من الحكومة ولا من السلطة الشرعية موقفا تجاه استعادة السيادة اليمنية، لتستعد اليمن سيادتها ثم تفاوض بقرارها الحقيقي ولتذهب إلى أي حل شاءت بإرادتها. هل هي قادرة على ذلك؟ تدخل الإيرانيين مع هل هي قادرة على إن أرادت فهي قادرة. نعم، إذا توفرت لها الإرادة الذاتية فهي قادرة، ولكن هي وضعت نفسها هذا الموضع وسلمت قيادها لدول التحالف وترى بأنه خلاصها الوحيد هي بإرضاء الرياض. السلطة الشرعية في اليمن للأسف تريد أن تستثمر وجودها في السلطة كما يستثمر الحوثيين وجودهم في السلطة. لا يوجد نية حقيقية لإنقاذ اليمن والتضحية بالمكاسب الشخصية، وبالتالي كيف نقنع أنفسنا بحكومة ظلت في ظل حرب في الرياض ورئيس دولة ظل منفيا في الرياض بينما الانقلابيين يديرون المعارك على الأرض، رئيس الجمهورية اسمه القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذا ينبغي أن يكون في جميع المواقع الجبهات حتى يشحذ الهمة اليمنية وحتى يلتف الناس حوله وحتى يستطيعون إسقاط الحوثيين بجهودهم الذاتية لا بعون خارجي. يعني الآلاف المؤلفة الذين هم بالرياض ويستلمون رواتبهم بالدولار ويعيشون النعيم بينما شعبهم يموت جوعا، هؤلاء يحترمون أنفسهم؟ تعز آمنة يستطيعون العودة إليها، عدن آمنة يستطيعون العودة إليها، شبوة، مارب، حضرموت، المهرة، سقطرة. يعني لدينا نخبة سياسية للأسف ونخبة إعلامية هي أشبه أن تكون نخبة مستأجرة ساهمت في القضاء على آمل وطموح الشعب اليمني. هؤلاء الناس لو شعروا بمأساة اليمنيين وطلقوا الرياض وعادوا إلى بلادهم مثلهم مثل أي مواطن آخر ليدافعوا عنه ربما، وخاطبوا أيضا الرياض بخطاب دبلوماسي معلن، أنا أقول بأنه لا يمكن أن تحل العلاقة بين السلطة الشرعية والرياض أو الإمارات عن طريق محادثات شفهية في مجالس. وينبغي هناك آلية الاتفاقية الدولية، آلية الخطاب الدبلوماسي المكتوب، آلية الخطاب المنظمة الدولية، آلية خطاب مجلس الأمن الأمم المتحدة. لا نرى إلى الآن خطابا معروفا للشعب اليمني وهذا من حقه. كيف تم استدعاء السعودية والإمارات في التدخل في اليمن؟ نحن كمواطنين نريد أن نعرف هذه الوثائق، هل تمت؟ ما هو فحوى هذه الطلب؟ يعني الآن توقيف الحرب، ينبغي أن تقدم اليمن إذا استجابة لهذا المطلب أو المقترح السياسي
مطلب آخر يترتب عليه، وهو البداية في الإعمار ودفع الإضرار ودعم الاقتصاد اليمني. فقط هكذا يأتون يكسرون اليمن من أقصاها إلى أدناها، ثم نوقف الحرب. يعني نعم. كل واحد لكن صنع يعني سيارة ما يعني. نلاحظ الدكتور فيصل يعني كما تفضل أن الحكومة الشرعية تتصرف وكأنها بمعزل عما يحدث، يعني حتى على مستوى هذه البيانات التي ظهرت أو الأحاديث التي ظهرت اليوم من قبل وزراء الدفاع والخارجية الأمريكيين وكذلك وزيرة الدفاع الفرنسي، لم نجد أي ردة فعل حقيقية ذكرت من قبل الحكومة الشرعية، يعني فيما تتسارع الدول هنا وهناك، يعني اللجنة الرباعية التي هي ليست موجودة فيها، كل ذلك هي بمعزل تماما عما يحدث. أنا دائما في أكثر من لقاء معكم ومع غيركم قلنا بأن السلطة الشرعية سلمت برضاها زمام قرارها السيادي لغيرها، وبالتالي المقترحات التي صدرت من العواصم الغربية خاطبت دول التحالف ولم تخاطب الحكومة اليمنية، لأنها تعلم بأن قرار اليمن هو مصادر بيد هذه الدول، وبالتالي وكأن الحكومة اليمنية أصبحت مجرد أراغوس أو بمجرد قناع تشتغل بموجبه أو بمجرد تسويغ أو تشرعنة الإجراءات السياسية التي يمكن أن تترتب عليها مثل هذه المحادثات التي تدعو إلى حل سلمي. يعني هناك تواطؤ غربي واضح، أنا كما قلت بأن هناك جرائم إنسانية من الحوثيين وجرائم إنسانية من دول التحالف، والدول الكبرى تغض الطرف عن هذه الجرائم والآن تتحرك بحماس. ماذا سينفعنا في قضية اليمنية مقترحاتها السياسية إذا كانت هناك قرارات أممية وقرارات مجلس الأمن صدرت هي أولى بالإلزام؟ لماذا لم يصدر مجلس الأمن قرارات تعزز الإلزام وفق المادة 42 43 44 45 حتى يصبح هناك قوة دولية غير دول التحالف لإلزام أطراف الصراع في تنفيذ القرار 22-16؟ للأسف هناك تواطؤ واضح، وهناك قلنا حكومة وسلطة شرعية سلمت سيادة اليمن لدول التحالف تعبث كما تشاء. اليوم نحن لا نستطيع أن نصدر الغاز، لا النفط، لا نستطيع أن نشغل الموانئ، المطارات، لا نستطيع أن نحرك الجبهات، لا ليس للجيش قرارا عسكريا في تحريك أفراده، يقصفون من الجو ويهددون بالقصف، وهذا يعلمه القاصي والدهني. الجيش اليمني ليس عاجزا عن تحرير تعز وليس عاجزا عن تحرير بعض المناطق، ولكنه مكبل بقيود خارجية وصية على هذا الجيش، وهذا الجيش أيضا منع من التسليح الحقيقي الذي يساعده على حسم المعركة بنفسه دون تدخل أجنبي. يعني وبالتالي ليس للحكومة اليمنية أي توجه لتنمية الإيرادات والحصول على موازنة تستطيع من خلالها أن تشتري سلاحا لتسليح الجيش اليمني حتى ينجز المهام. إذا ما قررت دول التحالف سواء بضغط خارجي أو استغناء عنها داخليا أو فشلها أن تقود المعارك وتحرر اليمن من هذا الانقلاب، الانقلابيون على كل ينبغي أن يعرف القاصي والداني لن يسلموا إطلاقا لأي حل سلمي ما لم يكونوا بمثابة الثلث المعطل كما هو نموذج لبنان، أن يحتفظون بسلاحهم بقوتهم بمناطقهم ويبقوا شركاء في اليمن، وكأن الذين قتلوا مجرد حشرات، وكأن ما فعلوه من انقلاب مجرد صراع قبلي أو صراع حق من حقوقهم التاريخية الذي وكلهم الله علينا أن يحكمونا بالقوة، أن يحكمونا بالدين، أن يحكمونا بمنطقة اللاهوت. نعم، إذن في دقيقة دكتور، يعني ما هي قراءتك للمستقبل في ظل كل يعني هذه الأحداث، تواطؤ دولي، ربما أيضا إشارات لمقترح حكم ذاتي للمتمردين الحوثيين في الشمال، أيضا عدم أو استلاب الإرادة لدى الحكومة الشرعية؟ هناك ملمحين لقراءة هذا المستقبل. الملمح الأول هو أن تظل القضية اليمنية مائعة دون حل، ويستمر الصراع حتى يتهالك أمراء الحرب في الطرفين ويخرج جيل جديد كما هو حال الصومال ليقود المسار في اليمن. هذا الحل الأول. الحل الثاني وهو أن الحكومة اليمنية تعلن عن خطوات حقيقية في خطابها مع دول التحالف وتبرم معها اتفاقية حقيقة تحدد الأهداف
وتكون واضحة مع شعبها وتصارح الشعب اليمني، وألا يكون لديهم نية في إطالة أمد المعركة حتى يبقوا في السلطة. للأسف أنا أقولها بصراحة العبارة، الرئيس عبد الرب منصور كانت فترته الانتقالية عامين، وبالتالي غض الطرف لهذه لمضي هذه المعارك حتى يبقى في السلطة، وعليه أن يثبت عكس ذلك. فإذا ما صدقت السلطة الشرعية والحكومة بإعادة العلاقة الحقيقية مع دول التحالف واستعادة زمام المبادرة، فهي قادرة على حل المشكلة اليمنية بأطراف داخلية دون تدخل إقليمي أو دولي. إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه. We'll be right back.